السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم متتبعات متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وما يكون ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو، كالعاده نبداو كلامنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله رجعت معكم بواحد الفيديو جديد كله طاقه وحماس ان شاء الله. ان شاء الله غادي نحضر معكم محبوبات اللي كيبغيها كلشي، محبوبات الجماهير اللحم بالبرقوق اللي كلشي كيبغيها بواحد الطريقه صراحه زوينه، كتجي لذيذه وبنينه ودغيا دغيا يعني كطيب. صراحه هذا الفيديو هذا من بعد غياب طويل صراحه على القناه، هادي شي المهم 10 ايام ولا هكا ما حطيت شي فيديو صراحه، ماشي غير هكا كنجي وكنغبر على القناه. فانا ما كنغبر حتى كتكون عندي هكا شي ظروف ولا شي حاجه، فهكا غبرت لي ظروف صحيه اللي يعني اللي عندي في الخاص راه غادي راهم عارفين علاش شنو هو شنو يعني باش كنت مريضه. فشكرا لكم كامل اللي سولوا فيا في الفيديو ديالي، الفيديوهات الاخر اللي كيسولوا فيا، شكرا للفيديو اللي كنت حطيت اخر مره كيدخلوا كتبوا لي كومونتيرات، شكرا اللي كيسولوا فيا في الخاص يعني بنات صحباتي اللي عندي في الخاص، شكرا لاي واحد سول فيا. فصراحه كنت مريضه وشكرا بزاف للدعوات ديالكم، ولكن ان شاء الله ولكن ان شاء الله انا اليوم رجعت معكم ان شاء الله بفيديو جديد، وان شاء الله نبقى نحط لكم كل نهار فيديو. المهم كنشارك معكم يوميا داكشي اللي كندير هكا في الدار ديالي، فانا كنشارك معكم ان شاء الله. فنتمنى ان شاء الله هنا الاعجابكم، بسم الله على بركه الله. كيشتو معايا تما عندي اللحم ديالي، المهم انا صراحه اكتفيت بهذه الكميه. صراحه يعني كميه تبارك الله ما شاء الله راه كافيه نحنايا. فضفت عليها كشتو العطريه، خرقوم، سكينجبير، البزار، الملحه، شويه واحد المهم تقريبا هكا جوج معالق ديال زيت الزيتون. صافي دخلت ديك العطريه مزيان مزيان في هذيك اللحم. صافي شديت هنا كاس ديال الماء البنات، انا هاد اللحمه هادي غادي نطيبها في كاس ديال الماء فقط، ما غاديش نضيف نهائيا اكثر من كاس، غادي ندير كاس ديال الماء هو اللي خويته في هذاك الطبسيل اللي شرملت فيه وخلطته صافي وخويته على اللحم ديالي، يعني خلطت به ديك هو اللي غادي نمرق به. هنا شديت البنات القزبر هكا ربطته ودرتو عليها من الفوق، تما عندي واحد جوج بصلات اللي قطعتهم بحال هكا. صراحه واخا هكا راه كيجيو مضغمرين وكيطيبو كيجيو صراحه زوينين البنات. صافي هنا غادي نسد عليه بحال غادي نسد عليه وغادي نقص عليه البوطه حتى غتبدا تصفر الكوكوت، غنقص عليها البنات بوطه الشمعه وغنخليه يطيب على خاطرو حتى غادي نحس به طاب ونحل ان شاء الله. لقيتو طابيه هذيك، ما لقيتوش طاب غادي نسد عليه وغادي نردو يطيب. هنا البنات البرقوق من بعد ما غسلته درت له السكر والقرفه، غادي نحطو هكا حتى غادي يتعسل مزيان مزيان. صافي غادي نرجع معكم ان شاء الله. هنا البنات من بعد ما طاب الغدا ديالي، صراحه فيديو خفيف ظريف دغيا دغيا يعني داكشي بزاف، ما بغيتش هكا نطول عليكم صراحه البنات، وصراحه مازال عيانه شويه يعني مازال هكا ما شديتش الصحه ديالي مزيان. فان شاء الله مازال نحط معكم فيديو جداد. هنا البنات من بعد ما طاب اللحم ديالي شفت تبارك الله ما شاء الله كتجي المريقه واقفه. كاس ديال الماء البنات ما ضفتش فوق كاس ديال الماء حتى شي نقطه، كاس ديال الماء بلا عبار، كاس ديال العنبه اللي طيبت فيها هذا اللحم صراحه جا شي حاجه اللي غزاله طايب فتي البنات. هذيك البصله شوفوا تبارك الله راه جات مضغمره، جات لذيذه معسله، شي حاجه اللي غزاله. فما تكثروش هكا الماء البنات في اللحم ديالكم باش هكا ما كيجيكمش يعني ديك ما كيجيش هكا زوين يعني. المهم انا صراحه الطريقه هذه جربتها وجاتني زوينه، ضفت كاس ديال الماء بالحساب طيبت فيه اللحم ديالي، ولكن البنات البوطه تكون مهيله بحال الشمعه، فاش تبدا تصفر الكوكوت كتنقصوا البوطه بحال الشمعه وتخليوها غتاخذ لكم هذيك نص ساعه ولا تقريبا كاع الا كان هكا اللحم ما كيطيبش، اما الا كان اللحم هكا صغير راه نص ساعه راه كافيه البنات. صافي هنا فاش تصفر غتحسبوا ليها نص ساعه. صافي هنا من بعد ما هكا حطيت اللحم ديالي غادي نحط هكا البرقوق اللي حتى هو صراحه جا معسل، جا غزال البنات وجا ديك المريقه ديالو خاطره. نتمنى ان شاء الله هنا الاعجابكم هذا الطبق هذا، ما بغيتش هكا نغبر عليكم فقلت هكا علاش لا نشارك معكم شي فيديو، واخا فيديو يكون غير قصير في 5 دقائق ونص. فنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم. وهذه هي البنات المريقه ديال داك البرقوق اللي معسل صراحه، انا كتعجبني هكا كنشد هكا واحد شويه كنخويها هكا فوق اللحم كتعطي صراحه واحد المذاق غزال للطبق.
صافي، احنا البنات غادي نكمل معاكم بهذه الطريقه، وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما كملت يعني الحطان ديال البرقوق ديال الحمى في طبق التقديم. صراحه جات شي حاجه معسله لذيذه غزاله البنات. نتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم مع الفيديو، غادي نقول لكم بسلام عليكم، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والكومنتات ديالكم، وشكرا لكم كاملين اللي سولتوا فيا. شكرا بزاف بزاف على الحب ديالكم والوفاء ديالكم. بسلام عليكم، الى اللقاء، فيديو اخر ان شاء الله.